ألو أهلين، شو أخبارك؟ أنا منيحة. أنت وين رح تعملي الاحتفال؟ ببنارس. بكرة شي؟ لا بعد بكرة. أنا قابلت الحكيم من شوي وهو ما حكى شي بنوب. أنا اشتريت كل الأغراض اللازمة وبدنا 100 قطعة حلو، لهيك أنا هلأ قاعدة وعم جهزهم. بالمناسبة أنا وعم بعمل هذا الاحتفال حاسة حالي متضايقة كتير وحاسة حالي رح أبكي. إيه اللي مشيت أمور حفلة الاستقبال؟ لا تسألي، لأنه أنت مستحيل تصدقي الشيء اللي صار اليوم معنا. شو صار؟ الموضوع اللي صار كتير غريب. أنا ما تخيلت أنه يصير هيك. شوري اسمعني إذا بتريد، لو سمحت انتظر شوي. ما بتصدقي، في شيء ما هو طبيعي. بدي بقى أسبوع واحد. لا أسبوع ولا يوم واحد، ما فيك تبي عنا. لا لا، هي فعلاً وحدة ما بتستحي. أنا بتوقع شوريا عمل الشيء صحيح، هي وحدة ما أنا قد الثقة. مزبوط، بس هي أمه لفيكي وهي ستن للولاد. تخيلي صارت تبكي كتير وتترجاهن كمان. حتى هديك المرة المسكينة خسرت نظرها، وللحظة أنا زعلت عليها كتير من قلبي. بالمناسبة أنت لازم تنسي كل شيء هلأ، وما عليك إلا أنه تهتمي بحالك وبس. بس بدي 3 أيام. أنت دير بالك حالك وعالكل. طيب ماشي خلص. أنا لإمتى رح أضل قاعدة بالشوب؟ لك ما بعرف شو لازم أعمل، ما عم ينفع ولا شي معه. مدام، بس السيد شوري بده ياكي. وأخيراً مشي الحال، أنا رح أخذهم. ما كان صعب أقنع شوريا بالشي اللي بدي إياه. أنا جاي.